السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، وياكم الدكتورة ميس جمال، ومحاضرتنا اليوم حتكون بعنوان The Classification of Periodontal Diseases. طبعا من أول صورة نشوفها قدامنا إنه إحنا لازم نميز بين Healthy Condition والجنجيفيتس والPeriodontitis. الكلمة الأساسية اللي دائم لازم تتذكروها هي الاتاتشمنت لوس، يعني انت اذا عندك الالتهاب محدد بس باللثه اللي هي الجنجيفا سميناها جنجيفايتس. اذا كان عندك اتاتشمنت لوس يعني صار ديستركشن بالبيرودنتال ليجمنت مع البون، معناتها حنتحول الى تسميه البيرودنتايتس. فاليوم احنا حناخذ اصنافهم، يعني شنو اكو بعد كونديشنز او سب كلاسيفيكيشنز بالجنجيفايتس والبيرودنتايتس، وهل اكو حالات اخرى. فحنبدأ اليوم نخصص الجزء الأول من الكلاسيفيكيشن بس للجنجيفال ديزيزز، والأسبوع القادم ندخل أعمق بالبيريودنتايتس وأنواعه. فحنشوف الكلاسيفيكيشن according to the American Academy of Periodontology which was conducted in 1999. لاحظوا وياي حتى نحفظ أول شيء الكلاسيفيكيشن of gingival diseases. تتقسم إلى نوعين أساسية: the dental plaque induced gingival diseases و non plaque induced gingival diseases أو lesions. يعني هسا المين كاتيجوريز اللي بالأصفر هي التخصصات الأساسية أو الأفرع الأساسية من the classification of gingival diseases. يا أما حيكون هذا الالتهاب اللي باللثة اللي اسمه gingivitis صار due to plaque، فسميناه dental plaque أو plaque induced gingivitis للسهولة، أو لأسباب أخرى غير البلاك فسموه non plaque induced gingivitis. وحتفوت بعد التقسيمات الواضحة بهذا الجدول اللي بالوردي، هاي بعد السب classifications مالتهم. The gingivitis that is associated with dental plaque formation is the most common form. طبعا من أكثر الأمراض الشائعة هي التهاب اللثة. عندنا 4 basic أو main types of plaque associated أو induced gingivitis. يعني هسه احنا مو بالسلايد اللي قبله قلنا انه احنا عندنا نوعين plaque induced و non plaque induced. plaque induced شنو تفرعاته؟ الأول هي gingival disease associated with dental plaque only. بعدها gingival disease modified by systemic factors و gingival disease modified by medications و gingival disease modified by malnutrition. شلون تتذكروها؟ انه اللي dental plaque induced او plaque associated gingivitis بهاي الاربع فروع. الاول يا اما هو بس البلاك واحده السببه، او واحد عنده تخيل وواحد عنده systemic condition وياخذ ادويه وعنده سوء تغذيه. تخيلوا هالاشخاص هذولا، او شخص احنا قلنا اول واحد اللي هو عنده بس dental plaque. هذه هي التفرعات الأساسية للplaque induced gingivitis. نرجع نراجع the classification of gingival diseases. المين categories الاثنين الفرعين الأساسية يا أما تسبب dental plaque أو non plaque induced. إذا من dental plaque حيتقسم إلى أربعة اللي هي associated with dental plaque only أو modified by medication أو modified by systemic condition أو modified by malnutrition. شو نتذكر؟ هتذكر إنه يا أما بس البلاك عنده مسبب للمرض، أو شخص عنده systemic problem وياخذ دواء وما يتغذى زين، فصاروا هذول أربع categories. زين النان بلاك هم منو إذا مو البلاك سببه؟ شنو الممكن أن يسببه؟ يا أما gingival disease of specific bacterial origin أو fungal origin أو viral origin. صار عندنا هسه ثلاثة سهلات، الأولى bacterial origin أو fungal أو viral، يعني مو البلاك الموجود بالأورال كافيتي سببه، صارت عندك بكتيريا خارجية سببت الالتهاب اللثة أو فيروس خارجي أو fungi. أو السبب الرابع gingival lesion of genetic origin، واحد عنده فد مشكلة أصلا بمرض ينشأ عن الجينات. gingival manifestation of systemic condition، واحد عنده مرض عام اصلا systemic من المانيفستيشنز مالته انه يظهر بصورة التهابات او patches باللثة. traumatic lesions هاي non plaque، يعني شخص مثلا انجرحت اللثة مالته او انشوت اللثة مالته thermal trauma، فهاي traumatic lesion.
والفورين بادي رياكشنز يعني شخص انه دخل في الجسم غريب باللثماته، صار عنده يعني فد رده فعل او تحسس سميناه فورين بادي رياكشن. والنون اذر وايز سبيسيفايد هاي فد برسنتج كلش قليله ما عرفوا اكزاكتلي السبب شنو فسموها نون اذر وايز سبيسيفايد. فهسه النون بلاك انديوس جينجيفايتس هنا عندك 8 تقسيمات بي، البلاك انديوس 4، الأربعة ماي بلاك إنديوس يا أما باي بلاك أونلي أو سيستميك أو ميديكيشن أو مال نيوتريشن. النون بلاك إنديوس يا أما شخص صار عنده إصابة بكتيريا خارجية بكتيريال أوريجين أو فيرال أو فنجل أو عنده جينيتيك ديزيز أو مانيفستيشن من سيستميك كونديشن أو تراماتيك أو فورين بادي دخل أو معفو أو أي سبب إلى نسبة جدا جدا نادرة سموه نون أذروايز سبيسيفايد. اوكي زين هسه حندخل نشرح اكثر بالبلاك انديوس جينجيفايتس اللي هي قلنا هذا اكثر نوع كمان حنشوفه عند هوايه بيشنتس وهوايه ناس يصابون به وهو ريفرسبل كونديشن. فحتشوف حتى مرات الاشخاص من يهملون نفسهم فتره معينه بعدهم مرحله الجينجيفايتس ممكن تتحسن الحال وهي ريفرسبل كونديشن. من الصفات العامه له انه هو البلاك يكون بريزنت على الجنجيفال مارجن اكيد ويا الحافه ويا المال اللثه مالتنا حتبدا التجمع البلاك. The disease begins at the gingival margin فبالتالي حيظهر بدايته ويا الجنجيفال مارجن. حيصير عندنا تشينج ان كلر والكونتور وحيصير عندنا بليدنج اون بروبنج وحيصير عندك لاحظ النقطه السادسه هاي انكريز جينجيفال اكزوديت يعني الافرازات مال السائل اللثوي نفسه اللي هو سميناه جينجيفال كلوكولر فلويد حتزداد في حاله الالتهاب كردة فعل طبيعيه للانفكشن والانفلاميشن اللي تصير عندنا. وحنشوف هيستولوجيكال تشينجز اذا فحصناه اندر مايكروسكوب. بس لاحظوا اهم فقره اللي قلنا تميزنا جينجيفايتس عن البيريودنتايتس absence of attachment loss و absence of bone loss. ما عندي لا attachment loss ولا bone loss يعني ما صار عندي destruction بالperiodontal ligament ولا صار عندي destruction بالبون. فبالتالي الحالة هي reversible. شلون تكون reversible؟ لازم تخلص من البلاك الموجود كله حتى تكون الكيس reversible ممكن انه ارجع على الحالة الهيلثي الطبيعية. There are common characteristics to all the gingival diseases associated with the plaque or modified by systemic diseases or medication or malnutrition. اللي قلنا هم هذول subcategories of the plaque-induced gingivitis. كلهم يتمتعون انه حتظهر بهم clinical signs of inflammation قلنا من bleeding والswelling والتغير changes يصير بالcolor. ماكو عندهم attachment loss. Reversible من نشيل plaque. Signs are and symptoms are confined to the gingiva يعني محددة باللثة ولم تنتشر أو توصل للبون. The presence of plaque ضروري to initiate or exacerbate the severity of the disease يعني البلاك هو كان المحفز الأساسي لهذا المرض ولهذا انطينا التسمية الأساسية اللي هي plaque induced gingivitis. من حنفوت بعد التفصيل مالتها أكثر. إذا شخص هو عنده الجينجيفايتس associated with dental plaque أوكي اللي قلنا هذا كلش هواية بس مثلا هل عنده فد عامل بالمنطقة هذه دا يحفز انه يزداد الالتهاب الحدة مالته ولا ما عنده؟ فقالوا حننطي بعد سب كاتيجوري اخرى سميناها without other local contributing factors او with local contributing factors. شو نحاول نفهمها؟ انت تخيل شخص حاط اورثو حاط تقويم مثل هاي الصور دا نشوفها قدامنا. هذا الشخص هو معرض مثل اي انسان انه يتكون عنده البلاك بس وجود البراكتس والبريسز هو كليته هذا الأورثو الوايرات والبراكتس مالته حيزيد احتمالية انه يتراكم او يترسب ويتكون البلاك. فقالوا اذا هذا الشخص عنده لوكال فاكتور دا يسوي كونتريبيوشن يعني دا يسوي مساهمة او زيادة بالمرض. بس لاحظ احنا جدا نقول contribution يعني مساهمة يعني مو وجود الأورثودونتيك أبلاينس وحده هو اللي يسبب المرض وإنما هو البلاك اللي يسبب المرض. بس احنا من موجود هذا الواير بحد ذاته دي يسهل تكون البلاك فحيكون فد عامل إضافي ومساهم بالمرض. أو الأوفرهانج ريستوريشن مثل ما تلاحظون بالصورة الثانية اللي هي بالأكس راي الأوفرهانج ريستوريشن هو بحد ذاته دي يكون بلاك ريتنتيف فاكتور يعني ممكن يزيد تكون البلاك بالمنطقة إضافة للإيروتيشن دي سببه للسوفت تيشوز. فهاي كلها أطلقنا عليها local contributing factors.
زين اذا قلنا gingival disease modified by systemic factors شنو ممكن تكون هاي systemic factors اللي تسبب لي او تاثر وتساهم بتكون الجينجيفايتس. اول نوع هو associated with the endocrine system. الاندوكراين سيستم معناها الغدد الصماء، يعني اي اختلال هرموني بالجسم. فاولها هي البيوبرتي associated gingivitis، المنسترال سايكل اسوشيتد جينجيفايتس، البريجننسي اسوشيتد، ومرات يصير عند البريجننت وومن جينجيفايتس، او حاله اخرى اسمها بايوجينيك جرانيولوما. والحاله الرابعه اللي هي ديابيتس ميلايتس، يعني السكري، ديابيتس ميلايتس اسوشيتد جينجيفايتس. هذول الاربع حالات هي عباره عن فد اختلال هرموني يؤدي الى المساهمه اكثر بتحفيز الجينجيفايتس ويكون ردة الفعل مال الجسم أقوى. أو الحالة الأخرى من السيستميك فاكتورز اللي تأثر، أي أمراض لها علاقة باختلالات الدم. The plaque associated gingivitis associated with blood secretion مثل اللوكيميا. يعني مرات بعض الأشخاص اللي عندهم لوكيميا من العلامات اللي تظهر عندهم بالفم انه bleeding tendency تكون كلش عالية عندهم، يتغير لون الجنجبة مالتهم. فممكن حتى ان واحد يحذرهم او يشوف علامات المرض بالبداية قبل ما هم اساسا يكتشفون الى اي مدى متقدم هذا المرض. لاحظوا هنا وياي الـ puberty associated gingivitis في الفترات العمر تتراوح من 11 سنة تقريبا الى 16 او حتى ممكن شوية اكثر، دي يصير في الهرمونال changes عالية. احنا دائما شون نشرحها للطلاب عم تتذكروها، يعني تخيلوا مثل حب الشباب اللي يصير عند هالفترة العمرية، دي يزداد اكثر لانه اكو هرمونال changes. زين البكتيريا شلون تشتغل؟ حتستخدم هاي الهرمونات as growth factors. يعني من انا عندي اساسا بلاك موجود بالمنطقة، بس ردة فعل الجسم الى ده صفة التهاب حاد، لانه الهرمونز الموجودة دا تتغذى بالزايد دا تزيد من هذا الالتهاب. المنسترال سايكل، هاي الحالة شهريا دا تمر بيها هاي الفيميل، فبالتالي ممكن انه تلاحظ في اوقات معينة تكون عندها بليدنج تندنسي اعلى، مثلا من دا تفرج تحس انه دا يصير بليدنج ما كان موجود سابقا. ممكن ايضا بسبب وجود الهرمونز prior to ovulation دي يصير عندنا هالتشينجز هذه، فحتلاحظون هنا لو تشوفون الورم اللي صار بالجنجيفال مارجن لانه اكو بلاك اسوشيتد جنجيفايتس. البريجننسي، البريجننت وومن كان سفر فروم جنجيفايتس which is an exaggerated inflammatory response of the gingiva to the dental plaque and the hormones during especially the second and third trimester. هو يعني ساعة حوامل يقولون انه احنا ما كنا لهالدرجة سابقا نلاحظ انه لثتنا ملتهبة او يصير عندنا نزف خلال التفريج او غيرها. فايضا الهرمونات اللي حتكون مرتفعة بجسمها خلال فترة الحمل ممكن تستخدمها البكتيريا، وخاصة البروفيتيلا انترميديا ممكن تستخدمها هواية على مود كجروث فاكتر، فبالتالي حنلاحظ الانفلاميشن يكون كلش اوضح عند البريجننت وومن، وخاصة يصير بعد سيفير اكثر بالسكند والثيرد تريمستر. حالة اخرى تعاني منها البريجننت وومن اللي هي بريجننسي اسوشيتد بايوجينيك جرانيولوما اللي هي هاي الصورة، تشوفون هذا النمو كأنه هو نمو دموي. مرات مثلا البريجننت وومن نشوفها حتخاف، هاي يصير بس عند البريجننت وومن. اوكي نوصفها هي as localized painless protuberant exovitic gingival mass. حنفسرها هي localized و painless، يعني من حنطخها ما راح يصير pain. protuberant يعني بارزة للخارج، exophytic يعني تنمو لي برا مو للداخل. gingival mass attached by a sessile or pedunculated mass from the gingival margin، يعني هي قاعدية مو يعني مو دا تنمو مثلا بشكل عناقيد او غيرها، ملتصقة ويا gingival margin. more commonly from an interproximal space، عادة أكثر الأماكن اللي تنمو بها ويظهر بها هاي البايوجينيك جرانيولوما هي بالماكزيلا interdentally، من interdental papilla resulting from dental plaque and the hormones during pregnancy. هي ليش هاي صارت خصوصي بالحمل تطلع؟ أيضا هي عندها dental plaque والهرمونز غذت الموضوع. طيب هل كل حامل يصير عندها هذا الشيء؟ أكيد لا، أبدا مو كل حامل شرط انه يصير عندها هذا الموضوع، بس اكو فد نسبة معينة.
من واجباتنا انه اولا نطمنها انه هذا مو فد شيء يخوف، ولازم نسوي الدياجنوز الصحيح حتى نفهم ان هي عادة تكون مثلا يونيلاترال، مو تشوفها كل شو هواية منتشرة بالأورال كافيتي. painless ماكو pain، الجروث مالتها يبدأ بمنطقة انت بروكزيمال وشوي شوي تكبر بالحجم، بس ما حيكون كل الأسنان انبولد. عادة انه تختفي هاي الماس، هاي الكتلة اللي ظهرت بالجنجيفا after protrusion، يعني بعد الولادة after the delivery، شوية شوية من حتهدأ الهرمونات وتنزل بالجسم تختفي. طبعا هذا الشيء اللي احنا نلتزم به كتكست بوك منهجي، بس اكو في حالات اخرى من البريجننت وومن يصير عندها مشكله انه هاي الكتله تقوم تنزف او يكبر حجمها الى درجه ان تكون مزعجه لها بالاكل او مزعجه لها بالشكل. ممكن التدخل انه نحاول نتخلص من عندها يوزنج ليزر. ليش ليزر؟ عمو اللي يصير اوفر بليدنج وهي بريجننت. وطبعا يفضل دائما احنا كل دنتال بروسيجرز نسويها شوكت بالسكند تريمستر، لنعرضها للمخاطر بالفيرست او الثيرد تريمستر. اما اذا كان الموضوع محدودة الحجم من ضوجتها ما عندها بليدنج زايد، فيفضل انه نتركها الى ان بعد الولادة تختفي وتتقلص مع المتابعة والتفريج المستمر. تشوفون هنا هاي صورة اخرى لها في مكان محدد انتردنتالي تبدأ وتكبر ولونها على حمار وبينلس ماكو ألم.